سيد الوزير، تحدثتم أنه تم التدخل منذ بداية أوت، لكن حاليا ما هي الولايات المتضررة؟ حاليا الولايات المتضررة حاليا في الوقت الحالي هي ولاية شوق هراش، ولكن منذ دقائق تم التحكم في الأمور. نذكر أن في شوق هراش تم إجلاء 350 عائلة، 350 عائلة تم إجلاؤها وتم التكفل بها من طرف السلطات المحلية حماية لها. كما قلت اللجان راهي تشتغل باش تحصي الخسائر المادية اللي متواجدة. فيه حاليا في الوقت الذي يتكلم فيه ولاية الطرف من القالة إلى الطرف، والإمكانيات متواجدة أكثر من 700 عنصر من الحماية المدنية وعشرات وعشرات من الشاحنات واستعمال حتى كما قلت الطائرات. نذكر أن إحدى الطائرات التابعة للحماية المدنية أجبرت على الهبوط في بجاية لأن كانت الرياح يعني قوية جدا ولم تتمكن أن تنهي عملها، ولكن إن شاء الله ابتداء من غدوة صباح. على مستوى ولاية سطيف كذلك تم التحكم في الحرائق التي اندلعت في منطقة عين السبت. ولاية جيجل من ناحية إراغن كذلك من ناحية إراغن أمرنا السيد الولي بإخلاء كل العائلات والأمور متحكم فيها. إذن النقطة السوداء في الوقت هذه يعني في الوقت هذا هو الطارف. إن شاء الله سوف نجند أكثر من الإمكانيات حتى نخمدها كليا.